السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالجميع. أحييكم، أنا علاء أمين في درس جديد من دروس مايكروسوفت ايجر انفراستراكشر از اسيتس. درسنا النهارده إن شاء الله درس مهم وبسيط. النهارده هندخل جوه الفيرتشوال ماشين بتاعتنا اللي احنا عملنا لها كرييت المرة اللي فاتت ونتعرف عليها أكتر. ببساطة شديدة هنروح للبورتال بتاعتنا واللي أنا دخلت عليها بالأكونت بتاعي، تمام؟ خلينا بس نغير اللون علشان كنوع من التغيير كده. طيب احنا هندخل على الفيرتشوال ماشين بتاعتنا من هنا او من هنا، هنلاقي ان احنا عندنا فيرتشوال ماشين واحده هي اللي احنا عملناها، هنختارها من هنا، والستيتس بتاعتها ستوب، هقول له ستارت علشان يبدا يعمل لها عمليه رانينج واقدر ادخل عليها. تمام، هي كده اشتغلت. ممكن اقول له من هنا كونكت، هبدا استخدم الفايل ده لان المره اللي فاتت دخلنا من الرن لما استدعينا الامر بتاع ريموت ديسكتوب. النهارده هندخل بطريقه تانية اللي هي بالملف او داونلود للار دي بي فايل من هنا، واقول له اوكي كونكت، هيبدأ يقول لي أهلا، دخل لي الباسورد بتاعته. يس، تمام. احنا كده جوه الماشين بتاعتنا، نعمل بس ده كده. تمام، لو دخلنا هنا هنلاقي ان في ديسكين، اول ديسك اللي هو احنا اخترناه واحنا بنكرييت الفيرتشوال ماشين ديت، وكان عباره عن بريميوم اس اس دي، تمام، بال 127 جيج اللي هو نازل عليه الاوبريتنج سيستم. الديسك ده باي ديفولت بتدخل تلقاه بالفيرتشوال ماشين بتاعتك، وده عباره عن تمبرري او حاجه مؤقته علشان يعني ما تحطش عليها اي ملف. وهنا لو دخلنا جواه كده وفتحنا الملف ده هنلاقي ان مايكروسوفت اصلا مطلعالي تحذير ان ده ملف مؤقت، وان اي داتا هتتخزن عليه هي معرضة للفقد، وكمان كبهالي باللغة الصينية تقريبا علشان اللي ثقافته صيني يقدر يفهم. تمام، طيب انا لو حبيت اضيف ديسك تاني هنا اضيفه منين؟ طيب اي عمليه اضافه او اي عمليه ابديت او اي عمليه مانجمنت للماشين ديت هتتم من خلال البورتال. لو رحنا للبورتال بتاعتنا كده ورحنا على الفيرتشوال ماشين وضغطنا عليها هنا علشان اظهر صفحه الاعدادات بتاعتها، هيطلع لي ان الفيرتشوال ماشين ديت الاسم بتاعها اهو، والاوبريتنج سيستم اللي نازل عليها، والسايز اللي انا اخترته في البدايه، والبابليك اي بي اللي انا اقدر اكونكت على الفيرتشوال بتاعتي من بره الايجور، والبرايفت اي بي بتاعها، والريسورس جروب اللي هي موجوده فيه. يعني دي شويه انفورميشن عن الفيرتشوال ماشين بتاعتي. طيب انا داخل علشان اضيف ديسك، فبالتالي هختار من هنا ديسكس. هنا هيقول لي ان الفيرتشوال ماشين بتاعتك ديت فيها ديسك واحد اللي هو عليه الاوبريتنج سيستم، وحجمه 127 ونوعه بريميوم ديسك. طيب انا عايز اضيف ديسك، فبالتالي هنا هقول له اد، هيطلع لي ان هنا نو ديسك، يعني مفيش اي ديسكات موجوده. هقول له اوكي، انا هعمل كرييت جديد للديسك بتاعي، هيبدأ يحولني على صفحة ال manage disk. الديسك بتاعك ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه مثلا data. طيب الريسورس جروب اللي انت هتحط فيه الديسك ده فين؟ انا عندي ريسورس جروب واحدة. طيب انا كناحية تنظيمية ممكن اكرييت لجروب تانية واسميها مثلا
او اخصصها للديسكات، تمام، وممكن احط الديسك ده في الريسورس جروب بتاعتي ديت as you like، ولكن انا حابب ان انا اعمل ريسورس جروب جديده واخليها مثلا باسم ديسكس، واقول له اوكي، واقول له حط لي الداتا ديسك في ريسورس جروب اللي اسمها ديسكس. طيب النوع بتاع الداتا بتاعك ايه هو؟ خلي بالكم ان هنا اللوكيشن والافيلابيلتي زون ما بتتغيرش، على اعتبار ان الديسك هتحطه جوه نفس اللوكيشن اللي محطوط فيها الفيرتشوال ماشين بتاعتي، وعلى اعتبار ان انا اصلا وانا بكريت ما اخترتش الافيلابيلتي اوبشن. انا هنا هختار انه ستاندرد اس اس دي، وهخلي خلي بالكم ان الرقم ده بالجيج، فبالتالي انا محتاج مثلا 20 جيج كفاية، وممكن غيري يحتاج 100، وممكن غيري يحتاج 200 وهكذا، ولكن احنا داخلين علشان نشوف الطريقة ازاي. تمام، هقول له كريت الـ IOPS اللي احنا اتكلمنا عليه الدور اللي فات، وقلنا ان هو اختصار لمصطلح input output per second، ظهر لي اهو، علشان لما نقول ان احنا لازم نعرف الانفورميشن المهمة قبل ما ندخل نشتغل بايدينا عملي، علشان الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لنا، ما يبقاش الكورس بتاعنا مجرد معلومات وغالبها مش مفهوم. تمام، هو هنا انتهى من عملية الكرييت للديسك اللي انا حددته بالنيم وبالمواصفات وبالريسورس جروب اللي انا حطيتها له. تمام، فهنا ممكن بكل سهولة ان انا اضيفه للفيرشوال ماشين بتاعتي بعد ما عملت له كرييت. فبالتالي انا لو رحت للفيرشوال ماشين هنا او حتى من هنا هيقول لي تعال تطلع، اقول له اوكي، اروح ليها من هنا تاني واقول له ديسك، حط لي بقى الديسك اللي انا لسه عامله اد. هنا هيقول لي ان موجود الديسك اللي انت عملته باسم داتا واللي انت خصصت له المساحه اللي هي ال 20 جيج. هقول له اوكي، انا عايز الديسك ده يبقى مرتبط بالفيرشوال ماشين اللي هي ماي في ام 1. تمام كده، خلاص هنا الجزء بتاع البورتل خلاص خلص. هنا قبل ما انسى لازم اقول له سيف علشان يحفظ لي اعدادات اللي انا عملتها. بمجرد ما بينتهي هروح للفيرشوال ماشين بتاعتي واعمل عملية الاتاج للديسك اللي انا حطيته. اوكي، هو هنا انتهى، فهرجع للفيرشوال ماشين بتاعتي وهحط الديسك بتاعي بالطريقة اللي احنا عارفينها، او للي ما سبقلوش ان هو يعمل اتاج ديسك هي من هنا، وبختار ويندوز ادمنستريتور تول، وهختار من هنا كمبيوتر مانجمنت، وهروح لديسكس. هيقول لي ان في ديسك اتركب على السيستم، هقول له اوكي، وهنزل هلاقي الديسك بتاعي بالحجم اللي انا حددته. انا علشان احطه هنا ويطلع لي مع السي هقول له كليك يمين نيو فوليوم، واقول له نيكست نيكست نيكست، ممكن اسميه من هنا، وممكن اوكي تعالوا نسميه مثلا داتا زي ما احنا مسمينه على البورتل، اقول له نيكست فينيش. تمام، اقفل ديت واقفل ديت، هلاقي الديسك بتاعي ظهر. يبقى احنا كده قدرنا نعمل ايه؟ قدرنا نعمل ديسك نيو ديسك او كرييت نيو ديسك ونحطه للفيرشوال ماشين بتاعتنا. فيما بعد ان شاء الله والدروس الجايه هيبقى سهل علينا الموضوع ده، بما ان احنا فهمنا ان انواع الهارد ديسك وفهمنا الستيبس اللي ماشيه عليها عمليه الاضافه. تمام، تعالوا نتعرف على الفيرشوال ماشين دي اكتر. احنا مثلا لو عملنا كده ونشوف الخصائص بتاعتها، هيقول لي ان ده نوع البروسيسور والرامات اللي انا اخترتها في السايز، وان هي الاكتيفيشن لما سالني انت معاك لايسنس ولا لا فقلت له لا، فابتدى هو ياكتف النسخه من عنده،
وطبعا اعتقد ان هو هيحاسبني برضو كقيمة مالية مدفوعة. طيب تعالوا نجرب كده، ندخل انترنت. لو رحنا مثلا جوجل، تعالوا الاول ننزل اي براوسر تاني، لان انا ما بحبش اشتغل على بتاع الويندوز ده، ما بحبوش يعني. ما فانا مثلا بحب الفايرفوكس او الكروم، خلينا ننزل فايرفوكس واقول له ايه داونلود من هنا كمان، داونلود علشان يبدأ. اوكي سيف، خلاص تمام، ده سريع جدا. اقول له ران، هيبدأ يعمل انستول. تمام الفايرفوكس بتاعنا خلص اهو، ممكن ان احنا نستخدمه بكل سهولة. هنروح لجوجل ومثلا تعالوا الاول، انا ملاحظ ان التايم زون هنا مختلفة، الساعة 11 صباحا. تعالوا نغيرها. نعدلها للمنطقة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، هي تقريبا بلس 3. ايوه اوكي تمام. كده الوقت والتاريخ بقوا مظبوطين. طيب خلينا نعمل ايه، خلينا نعمل مثلا سبيد تيست للانترنت ونشوف السرعة عاملة ازاي. خلينا مثلا نروح هنا له برو. هنا هو بيقول لي انت داخل من الاي بي اللي موصلك الانترنت، ادي هو الاي بي ده، وانت داخل عن طريق مايكروسوفت. هقول له اوكي جو، هيبدأ يعمل عملية تيست للسبيد بتاع الانترنت. يعني ما فرقتش كتير عن استخدام البيت او عن استخدام المكتب، طبعا دي دعابة فرقت كتير جدا طبعا. يعني مفيش حد بيداونلود على 838 ميج، خصوصا في المنطقة بتاعتنا العربية. فاحنا يعني بنعزي أنفسنا، أنا بعزي نفسي، وبطلب من كل واحد بيتابعني إن هو يعزي نفسه. ده راجل بيعمل أبلود على 389 وبيعمل داونلود على 800، فتقريبا يعني الله المستعان. تمام احنا كده اتعلمنا ايه، احنا كده اتعلمنا ان احنا نتعامل او نتاكد ان الفيرتشوال ماشين بتاعتنا زيها زي اي جهاز انا بستخدمه في البيت او في الشغل. قدرنا نضيف ديسك جواها تمام، والخطوات سهله وبسيطه جدا. حددنا المنطقه الزمنيه، عملنا استيراد للانترنت. بعد كده احنا هنتعامل اكتر مع الفيرشوال ماشين ديت، او اي فيرشوال ماشين احنا هنعملها بعد كده هتبقى تعاملها بالنسبه لي سهل. درسنا النهارده ان شاء الله يكون خلص، وزي ما قلت لكم ان هو عباره عن درس بسيط لكن مهم. قدرنا من خلاله نتعامل مع الفيرشوال ماشين بتاعتنا زيها زي اي جهاز عندي في البيت او في الشغل. قدرنا كمان نضيف ديسك جديد للفيرشوال ماشين بتاعتنا، وقدرنا نشوف قد ايه خدمه الانترنت على أجهزة الإيجور بتبقى سريعة جدا وبتبقى سلسة وسهلة. إن شاء الله الدرس الجاي هنتعرف حاجات أكتر ونتعلم مع بعض إزاي نعمل كونفيجريشن أكتر للديفايس بتاعتنا، أو نكرييت نيو سيرفيسز مع بعض. أشوفكم إن شاء الله الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.